ومع صورة أخرى من صور الثبات وهي قصة ماشطة ابنة فرعون، المرأة التي كانت تمشط وتزين بنت فرعون. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، ليلة الإسراء والمعراج، أتت علي رائحة طيبة. في الطريق إلى بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة طيبة، فقال: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: وما خبرها؟ فقال له: كانت تمشط ابنة فرعون ذات يوم فسقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت البنت متعجبة: وهل لك رب غير أبي؟ فقالت ماشطة ابنة فرعون: قالت: نعم، ربي وربك الله. قالت: أخبر أبي فرعون؟ قالت: أخبره. فأخبرت البنت أباها فرعون أن هذه الماشطة تؤمن بالله ما تؤمن بك، فاستدعاها فقال لها: يا فلانة، ألك إله غيري؟ فقالت هذه الماشطة: ربي وربك الله. فأمر فرعون بقدر من نحاس وجعل فيه الزيت، ثم أغلي وأحمي في النار، وأمر بها أن تلقى هي وأولادها في هذا الزيت المغلي. فقالت له: عندي حاجة. فقال: ماذا؟ فقالت له: إذا أنا مت فاجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد ثم ادفننا في قبر واحد. قال: هذا لك. فأخذ أولادها ولدا ولدا أمام عينها وهي تنظر إليهم، يلقى الولد الأول في الزيت المحمى فتذوب، يذوب لحمه وتخرج عظامه، وألقي أولادها أمام عينها واحدا بعد واحد وهي صابرة ترى. ثم كان عندها رضيع، فلما جاء دور الرضيع ترددت، فأنطق الله تعالى رضيعها وقال لها: يا أمه اصبري، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم أخذ رضيعها وألقيت معه في هذا الزيت المغلي، فثبتت على إيمانها. تأملوا في هذه الماشطة، هذه المرأة المؤمنة تنازلت عن أولادها، تنازلت عن رضيعها، تنازلت عن لحمها وبدنها لأجل دين الله، لأجل الإيمان. نحن ماذا قدمنا لديننا؟ الواحد منا ما يستطيع أن يتنازل عن المعاصي والشهوات التي يفعلها، ما يستطيع أن يتنازل عن الدخان، ما يستطيع أن يتنازل عن الربا، ما يستطيع أن يتنازل عن النوم عن الصلوات، ما يستطيع أن يتنازل عن الزنا، ما تستطيع المرأة أن تتنازل عن التبرج والسفور. وهؤلاء تنازلوا بحياتهم وروحهم لله جل وعلا، تنازلوا بأرواحهم، تنازلوا عن أهليهم لأجل دين الله تعالى.